هذا سائل يقول: في بعض الدول الإسلامية يقومون بزيارة القبور ومن ثم الصلاة عندها عن جهل منهم، يقول: ما طريقة النصيحة لمثل هؤلاء؟ والله ما أظن جهل منهم، لأن الآن الحمد لله انتشرت الدعوة إلى الله بواسطة وسائل الإعلام، صاروا يسمعون خطب الجمع والمحاضرات والنهي عن ذلك، لكن بعضهم ما يريد أنه يتزحزح عما هو عليه أو عليه آباؤه وأجداده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ترقيم القبور بالأرقام، يقولون هذا إذا نهوا عن ذلك قالوا هذه الوهابية، هذا دين الوهابية. الوهابية ما لها دين خاص، دينها دين الرسول صلى الله عليه وسلم ودين خلفائه الراشدين، هذا دين الوهابية، ما جاءت بشيء جديد، إنما جددت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.